مشاهدينا خلينا دلوقتي نشوف مع زميلتنا جرمين إبراهيم استقبال الحديقة الدولية بالقاهرة لزوارها في أول أيام عيد الفطر، وكمان الإجراءات اللي اتعملت عشان الناس تستمتع بأجواء العيد في الحديقة. اتفضل يا جرمين. صباح الخير عليك يا إيمان، وصباح الخير على مصطفى، وصباح الخير على مشاهدي. صباح الخير يا مصر في كل مكان، وكل سنة وكل المصريين بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. احنا موجودين في الحديقة الدولية، وخصوصا احنا عارفين انه في كل عيد او مناسبة تعتبر الحدائق الوجهة الاولى للمواطنين علشان يستمتعوا بالمساحات الخضراء وبالجو الجميل كمان النهاردة. الحقيقة الحديقة الدولية ليها طبيعة خاصة، وخصوصا انها بتعتبر نافذة وبتعكس ثقافات دول العالم المختلفة. هي موجودة في مدينة نصر على مساحة 55 فدان، وفيها أجنحة مختلفة، كل جناح بيعكس دولة سواء عربية أو أجنبية، وتم تنفيذها عن طريق سفارات الدول دي بالقاهرة علشان تكون مقاربة وموازية وتقدر أن هي تعكس ثقافة الدول دي. غير كمان أنه فيها مدينة ألعاب، ملاهي، وكمان فيها حديقة حيوان مصغرة. فالحقيقة أن هي فيها أنشطة متنوعة ومختلفة بتسمع للمواطنين ان هم يقدروا يتمتعوا سواء بالمساحات الخضراء او كمان يلعبوا في الملاهي وكمان مع الحيوانات الموجوده داخل الحديقه. الحقيقه ان احنا يعني في اقبال كبير رصدناه للمواطنين من الساعه 7 الصبح اول ما فتحت الحديقه ابوابها لاستقبال المواطنين، وفي اقبال كبير خاصه من فئه الشباب والاطفال اللي يمكن بمجرد انتهاء صلاه العيد اتوجهوا مباشره للحدائق المتنزهات عشان يقدروا ان هم يستمتعوا باليوم من اول ويستمتعوا بالألعاب وبالجو وبالمساحات الخضراء الكبيرة داخل الحديقة. لكن كمان في كمان تواجد كبير للعائلات موجودين هنا في بيفترشوا الأرض الموجودة في الحديقة وبيستمتعوا بالجو الجميل والمساحات الخضراء. الحقيقة الحديقة الدولية ما بتعتبرش الحديقة الوحيدة اللي بتستقبل المواطنين في محافظة القاهرة، لكن كمان في عدد من الحدائق الأخرى اللي كان ليها استعدادات خاصة لاستقبال المواطنين من حيث إجراء أعمال الصيانة داخل الحديقة والتأكد من أنظمة الإنارة، كمان تعقيم الحديقة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراجعة سلامة الألعاب الموجودة داخل كل الحدائق اللي موجودة في مختلف أنحاء محافظة القاهرة علشان يسمحوا للمواطنين هم يستمتعوا بالحديقة بسلام وبالجو الجميل. كمان بيتم توزيع أكياس بلاستيكية على المواطنين علشان يقدروا هم يحافظوا على نظافة الحديقة، وده كمان اللي احنا بنتمناه ان كل مواطن يتوجه للحديقة يستمتع بالحديقة زي ما هو عايز، لكن في نفس الوقت لازم يحافظ على نظافة الحديقة ويغادرها بسلام. وكل سنة وكل المواطنين بألف خير. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا جزيلا ليك يا جرمين إبراهيم من الحديقة الدولية، وكل سنة وانت طيب.